ابو عبد الله من عنيزه، تفضل اخي ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. السلام. انا عندي سؤالان جزاك الله خير. السؤال الاول، اذا كانت المراه في سفر وليس لديها ما تزيل المناكير وخشيت من خروج الوقت، خشيت من خروج الوقت، ماذا تصنع؟ هذا السؤال الاول. طيب يجاوب الشيخ لحظه. لابد من إزالة ما يحول دون وصول الماء، لابد من إزالته في السفر وفي غيره. ما عنده يا شيخ ما تزيل به؟ نعم، ما عنده ما تزيل به المناكير يا شيخ. على كل حال يجب عليها إيصال الماء إلى الجلد، إلى البشرة، فإذا لم تستطع إزالته الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي على حسب حالها. نعم.